هناك الكثير من المجادلة والنقاش حول إذا كان هناك مخلوقات فضائية تعيش على الكواكب الأخرى. وبالرغم من أن هذه الفكرة قد تبدو مجنونة لمعظم الناس، إلا أن هناك الكثير من الأشخاص يؤمنون بهذه النظرية ولا يشكون في صحتها إطلاقاً. وسنقدم لكم اليوم 10 مشاهير ادعوا مقابلة مخلوقات فضائية. يمتلك المغني الإنجليزي روبي ويليامز هوساً شديداً بالأجسام والمخلوقات الفضائية، وبدأ يركز عليها بشكل كبير بعد أن تراجعت مسيرته المهنية. ويدعي ويليامز أنه التقى بجسم فضائي بعد أن انتهى من كتابة أغنيته أريزونا التي تتحدث عن اختطاف الفضائيين، حيث يقول أن الجسم الفضائي زاره في الاستوديو الخاص به بعد أن اختتم الأغنية. ويقول أيضاً أن هذه كانت تجربة سحرية وغير مخيفة إطلاقاً. وفي عام 2012 كان هناك تقارير عديدة تزعم أن المغني يريد شراء جزيرة وايت روك من أجل استخدامها في مراقبة ومطاردة الأجسام الفضائية. يؤمن مغني الراب الأمريكي لوبي فياسكو بنظرية المخلوقات الفضائية منذ فترة طويلة للغاية، حيث يدعي أن الكائنات الفضائية بدأت تزوره منذ أن كان في 11 من عمره، ويزعم أن زيارته الأولى حدثت بينما كان مستلقياً على السرير في أحد الأيام التي استيقظ فيها وهو يشعر وكأنه محاط بالكهرباء. ويقول أنه ذهب للنظر من النافذة ورأى لمحة من جسم أسطواني أسود اللون يحوم في المنطقة قبل أن يطير بعد لحظات. ويدعي لوبي أن الفضائيين تسببوا له في ندبة أسفل كاحله ما زالت موجودة حتى الآن، ويعتقد أنها دليل قاطع على أن زياراتهم حدثت بالفعل. تمتلك الممثلة الأمريكية آن هيش علاقة مختلفة مع الكائنات الفضائية، فبدلاً من الادعاء بأن هناك مخلوقاً فضائياً يزورها كما هو المعتاد في هذه القصص، تزعم آن أنها تمتلك شخصية بديلة تدعى سيليستيا، تأتي من البعد الرابع الذي يتمتع بالسلام والمساواة. وتدعي الممثلة أن الانهيار العصبي الذي عانت منه بعد انفصالتها عن حبيبتها إيلين ديجنيرس كان بسبب سيليستيا، حتى أنها تقول أن سيليستيا تتلقى رسائل من كوكبها الأصلي حول كيفية جعل الأرض مكاناً أفضل. كان المغني الشهير ديفيد بوي يمتلك اهتماماً كبيراً بالأجسام الفضائية، بالإضافة إلى نظريات المؤامرة الخاصة بهم، حتى أنه كان يبني أغانيه في بعض الأوقات على هذه المخلوقات وحبه لها. وبدأ انبهار بوي بالأجسام الفضائية منذ صغره، واشترك في نشر رسالة إخبارية عن الأجسام الفضائية تحكي عن المقابلات والمشاهدات التي مر بها شخصياً. ويدعي بوي أن التجربة الأكثر عمقاً بالنسبة له جاءت عندما كان يجوب الريف الإنجليزي، حيث لاحظ هو وصديقه أن هناك كائناً غريباً يحوم فوق حقل. يدور حول المنطقة 51 العديد من الشائعات والقصص الغريبة التي تتعلق بالكائنات الفضائية، من ضمنها على سبيل المثال قصة المغني الأمريكي نوم ديلونغ الذي من المعروف أنه خبير في الأجسام والمخلوقات الفضائية. ويدعي ديلونغ أنه كان يخيم خارج المنطقة 51 من أجل محاولة التواصل مع الكائنات الفضائية عن طريق الأفكار، لكن بعد الانتهاء من هذه التجربة يقول أنه استيقظ فجأة في الساعة 3 صباحاً على أصوات غريبة وغير مفهومة خارج خيمته، وكان جسده مشحوناً بالكهرباء. تؤمن زوجة رئيس الوزراء الياباني السابق ميوكي هاتوياما التي كانت تعمل ممثلة بالكائنات الفضائية وعمليات الاختطاف التي يقومون بها، حتى أنها تدعي أن مخلوقات فضائية على شكل مثلث اختطفوها في الثمانينيات وأخذوها إلى كوكب الزهرة الذي وصفته بأنه شديد الاخضرار، وهذا يتعارض بالطبع مع صور سطح الكوكب التي تميل إلى اللون البرتقالي. تدعي الممثلة الكوميدية الشهيرة فراند ريشر أنها شاهدت مخلوقات فضائية في الماضي أثناء قيادة السيارة مع والدها، لكن الأمر لم يكن مروراً سريعاً، حيث تصر على أن هذه المخلوقات زرعت شريحة داخل يدها. وتزعم أيضاً أن زوجها السابق بيتر مارك جاكوبسون واجه نفس هذه التجربة قبل ذلك، وأنهما يمتلكان نفس الندبة مكان دخول الشريحة التي تعتقد أنها تهدف إلى التحكم في أفكار البشر والسيطرة عليها. كانت حياة ملك الروك أند رول ألفيس بريسلي مليئة بالغرابة، فعلى سبيل المثال كان المغني الشهير يؤمن بالمخلوقات الفضائية التي تبعا لصديقه ومصفف الشعر الخاص به لاري جيلر تواصلت معه تخاطريا عندما كان في 8 من عمره،
وأرته خلال هذا الاتصال لمحة من حياة مغن شهير للغاية، وذلك في الوقت الذي لم يكن لدى ألفيس أي فكرة أنه سوف يكبر ليصبح هذا الرجل، وأن هذه اللمحة كانت من المستقبل. كما يدعي جيلر أنهما قابلا بعد ذلك عدة أجسام فضائية أخرى، بما في ذلك أضواء غامضة اعتادت التحرك في حقل منزله الذي يعرف باسمه الشهير غريزلاند. كان يمتلك أسطورة فرقة البيتلز جون لينون احترام ومحبة ملايين الأشخاص بسبب عبقريته الموسيقية وأفكاره الليبرالية، لذلك صدقه الكثير منهم عندما ادعى أن بعض المخلوقات الفضائية زارته في إحدى الليالي، ويقول لينون أن هذه المخلوقات اقتربت منه في شقته خلال الليل، وأن مظهر وجوههم كان يشبه الصراصير، وهذا بالطبع يتناقض مع المفهوم الشعبي الذي يصورهم بعيون كبيرة ووجوه بيضاوية الشكل. ويزعم لينون أن هذه الكائنات أعطته غرضا شبيها ببيضة ذهبية، وأنه أعطاه بعد ذلك إلى صديقه يوري جيلر الذي يؤمن هو الآخر بوجود الفضائيين. بالرغم من أن نجوم موسيقى الروك أند رول لا يمتلكون مصداقية كبيرة بسبب إدمان معظمهم على المخدرات، إلا أن قصصهم ما زالت تشعر الجمهور، خصوصا إذا كانت تتعلق بالكائنات الفضائية، مثل مغني فرقة فان هالين سامي هاجر الذي يدعي في كتابه الجديد ريد أنه تعرض لتجربة غريبة للغاية من قبل الفضائيين، حيث يزعم أنهم قاموا بتوصيله في جهاز ما حتى يتمكنوا من نقل المعلومات إما منه أو إليه. كما يدعي أيضا أنه شاهد قبل ذلك سيارة بدون عجلات تطفو فوق حقل ريفي وتتسبب بعاصفة ترابية كبيرة.